اليوم جالي ليبيا دارين احتفالية للعيد، عيد الفطر مبارك. كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، نعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. نور 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 يا بشار، نور نور. لو كنت جديد معنا في القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش ما يفوتكش اي فيديو مرحبتين بك معنا في عائلتنا الصغيرة. كرايت بخير، نورين نورين شباب. جودك يا هلا يا دكتور. والله نديرها حلقة ان شاء الله. يا خالي هاي تعال عوني. هذا قوس فزجارو. هذا اخونا احمد اليوم. ايه ناس ما شاء الله. صح السلام عليكم. بتقبل منا منكم. الشباب نفسي ما شاء الله. فيه فرحة نبقاكم طيبين. احتفالية جالية ليبية هنايا بعيد الفطر المبارك. مبادرة طيبة من الشباب. هنا بعض الهدايا للأطفال مصنفينهم حسب الفئات العمرية. أنا ابتسامة لابتسامة يا غوانا الزهور. هي سيارة تجي من هنا ولا لا؟ تجي من هنا. طابحت أنا عبد الحميد. هذا كله نفس ال كله رحت بتاع عيد سعيد. هذا شنو فيها العلب هذه؟ خل نوريك شنو فيها. خلاص هذا حشا. الله ما شاء الله ربي يعطيكم الصحة. أمل الشيخ عبد الحميد هو القائم على الحفلة، بارك الله فيه وجزي ربي خير إن شاء الله. أمين يا رب. أجمعين أجمعين. ميزان حسناتك عبد الحميد. امين والله. بارك الله الشباب. اخي نبيهم الساعه 2 الشباب. المفروض تحطوا اعلان تو في المجموعه تقول مثلا 3 ونص ولا. لا خلاص ما ينفعش ما شاء الله. ستفني هذه بس هني احط كل لون مع بعض بس يبدا معطر الليل. ستف عيني ستف هاي دزلي هنا دزلي هنا هاي حمد. تعال يا تكشف عيوني اللي في فايت اليوم. ليش هذا تو نحطها على السيارة. عيدكم مبارك مع ابو شن الحمراء. هو عيدك مبارك ان شاء الله اخوي مصطفى. بارك الله فيكم يفتح عليك ان شاء الله. شادي هوك هنا 4 و7.
كل سنة طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. اليوم الحمد لله بفضل الله نسقنا برنامج لجاي اللي بيه في كولورادو لإقامة حفل عبر المرور بالسيارات نتيجة ظروف كورونا ولمراعاة مسألة المسألة الصحية، وطبعا تو مش لابس ماسك لأن مسألة اللقاء الصحفي يعني، لكن المفروض كل واحد يلبس ماسك لما يبدأ البرنامج إن شاء الله. وطبعا ما فيش أي كونتاكت مع أي شخص من أي عائلة، العائلات بيمروا بسياراتهم ونعطوهم الألعاب وبعدين محطة المشروبات والحلويات للأطفال، وبعدين يمروا عليها تحت قوس سميناها قوس ليبيا، وبعدها يمشوا لمحطة التصوير اللي يحب يصور بالعائلة كذكرى في غرف مصممة لكل العائلات، غرف خاصة. أيضا اتفقنا مع مهرج لصناعة البالونات أو فنان بالونات يصنع بالونات للأطفال لما يمروا عليه بالسيارات، وكذلك مع اثنين من لابسي الملابس التنكرية لإضفاء جو من البهجة والفرح على البرنامج. ونشكر كل من حضر وكل من شارك وكل من ساهم وكل من دعم، وجزاكم الله خير، ونتمنى الخير يعم على كل الليبيين، ونتمنى أن بلادنا تمر تنتهي الأزمة فيها وتمر الأمور على خير ومن أحسن لأحسن إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير. على قلبي رفيع ما شاء الله عاد عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. أسبوعين يا رب إن شاء الله فرحانين هذا بلادنا إن شاء الله إن شاء الله. مين مين كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. السلام طيبين ان شاء الله، بارك الله فيكم، وان شاء الله ان شاء الله ديما فرحه، وان شاء الله غير بلادنا تتهنى والناس تتهنى، وواحد خريج بحال الفرحه لو جو الناس هذه ماشي بشير زاد. كل سنه وانت طيب وان شاء الله عيدكم مبارك ان شاء الله. عيد تكبير نبدا اليوم الغالي، وتغرد معنا العصافير وخيوط الشمس تلالي. يا كل عيادي بوجودك هنا يصوروا في الصور داخل الخيمة، كل عائلة تدخل الخيمة تلتقط بعض الصور هي والعائلة بالهواتف نتاعها، في خيمة هنا وفي خيمة تانية هنا، زوج خيمات. They call these entertainer balloons, but there's really two brands that are used by professionals worldwide because they're the two best companies. Okay. That's Qualitex or Batalic are the two major manufacturers in the world. They each make about 1 million balloons a day. The names again?
Batalic, Batalic, and Qualitex, like latex, Qualitex. Okay. Qualitex, yeah. So those are the two, and you thank can get you. Them. You're thank welcome. You usually you have to get them online. There's a couple local stores that do them, but not a lot. Not only are they the long and thin ones, but these are they're made extra strong for this kind of work. Yeah, normal balloon will like just explode. That's right, exactly. Guys. Thank you. You're welcome. Have a great night. انتهت حفلة العيد وإن شاء الله تكون عجبتكم وكل عام وأنتم بخير. مصطفى رضا بحييكم. لا تنسوش تشتركوا بالقناة. سجلوا لايك إذا كان عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.